متابعي قناة حياتنا، أهلا بكم. إذا كنتم من عشاق الرياضة عامة وكرة القدم خاصة وتريدون معرفة أخبار الدوريات العربية والعالمية لحظة بلحظة، يرجى الاشتراك في قناة حياتنا ليصلكم كل ما هو جديد عن عالم الرياضة. والآن لنبدأ. انتهت مباريات دور 16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 يوم الثلاثاء الفارط بتأهل المنتخبات التالية، وهي انجلترا، اوكرانيا، الدنمارك، التشيك، ايطاليا، بلجيكا، واسبانيا، وسويسرا، لتشهد مباريات الدور الثمانية مواجهة نارية بين ابطال القارة العجوز. وفيما يلي مواعيد مباريات ربع النهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 والقنوات الناقلة للمباريات. مباريات يوم الجمعة 2 يوليو 2021، مباراة اسبانيا وسويسرا في أول مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، تنطلق الساعة 4 مساء بتوقيت غرينتش، 7 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب سانت بطرسبرغ بروسيا، وتبث على قناة بين سبور HD1 ماكس. مشاهدة طيبة للجميع. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.